الخير جميعا، واهلا بكم في محاضرة الادفانسد لاب تكنيكس، المحاضرة الثانية اللي هي عن المناعة. محاضرة اليوم هي عن تقنية الإلايزا. تقنية طبعا هاي يعني شائع استخدامها كثير. راح ناخذ شنو مفهوم الإلايزا، هاي التقنية. راح ناخذ الجنرال بروسيجر، الطريقة العامة لجميع أنواع الإلايزا. راح ناخذ أنواع الإلايزا اللي راح نتطرق عليها، هي الدايركت والإندايركت، ساندويتش والكومبيتيتيف. وآخر شيء راح نذكر الأدفانتج والديسأدفانتج، مزايا وعيوب الإلايزا. طبعا قبل ما أبدي، بس هذا السلايد هو للتذكير، شنو كل هاي المحاضرات اللي شرحناها مع ذاك اليوم، مال الأبيوتينيشن، مال البريسيبيتيشن، مال إلايزا، هي كلها هاي التقنيات تعتمد على مفهوم شنو؟ مفهوم تعتمد مبنية على تفاعلات الأنتيجين أنتيبادي، وهاي التفاعلات طبعا هي كلها تصير إن فيترو، يعني خارج جسم الكائن الحي، اللي قلنا البريسيبيتيشن، الأجلوتينيشن، الكومبلكس كومبلمنت فيكستيشن والإلايزا. فإن شاء الله اليوم راح ناخذ الإلايزا. شنو نقصد بالإلايزا؟ الإلايزا هو مختصر لـ Enzyme Linked Immunosorbent Assay، هذا مختصر لحروف الإلايزا. يعني بالعربي تترجم كالمقايسة المناعية للإنزيم المرتبط، هذا الشيء يعني تترجم. هي شنو؟ Is a plate-based assay technique، تقنية مبنية على شنو؟ استخدام البليت. البليت يعني صفيحة، هاي الصفيحة اللي راح يقوم بها test tubes، أنابيب اختبار صغيرة. designed، ليش هي مصممة؟ شنو يعني شنو هو الغرض من استخدام هاي التقنية؟ for detecting and quantifying peptides, proteins, antibodies, hormones and other materials. استخدام ليه؟ الكشف، يعني الكشف ومعرفة كمية المواد اللي هي قد تكون antibodies أو قد تكون antigen. هسه راح تشوفون كل أنواع اللي راح نذكرها مع الإلايزا، هي قد تستخدم للكشف عن الأنتيجين، عن المسبب مثلاً لمرض معين، أو قد تستخدم للكشف عن الأجسام المضادة المتكونة ضد هذا المسبب المرضي، وأيضاً قد تستخدم لمعرفة أو الكشف عن بعض الهرمونات أو المواد الأخرى. طبعاً هاي التقنية هي من التقنيات الحساسة جدا. يعني شنو الحساسة؟ يعني تتحسس الكميات أو التراكيز الصغيرة القليلة جدا من الأنتيبادي أو الأنتيجين. شوف يعني هو هذا مثلا بالأجلوتينيشن، إذا كان تراكيز الأنتيجين أو الأنتيبادي اللي إذا نكشف عنها قليلة قد لا يظهر بشكل مرئي. هنا الإلايزا مش قد ما تكون التراكيز قليلة، راح خلال هاي التقنية راح نقدر نكشف عن هاي التراكيز. In general, all ELISA are qualitative and quantitative tests. بشكل عام هي شنو؟ qualitative، قلنا يعني شنو؟ نوعية، يعني تحدد لنا هل المادة موجودة، يعني هل الكشف مالنا موجب أم سالب. quantitative راح يحسب لنا تركيز أو كمية المادة اللي بدنا نكشف عنها. مثل ما قلت لكم الإلايزا تستخدم يا إما للكشف عن الأنتيجين أو عن الأنتيبادي. شنو معنات الإنزيم لينكت؟ منين جاي الإنزيم لينكت؟ ليش يقولون إنزيم لينكت؟ لأن هي راح تستخدم يوتيلايزز آن إنزيم سيستم، تستخدم إنزيمات. ليش؟ ليش نستخدم الإنزيمات؟ إحنا من راح نكشف عن أنتيجين معين أو أنتيبادي معين، إذا كان موجود بالجسم راح يصير تفاعل بين التفاعل، طبعاً تخصص بين الأنتيجين والأنتيبادي، راح يصير تفاعل، يعني شنو؟ يتكون المعقد. بس إحنا شنو؟ إحنا ما راح نقدر نشوف هذا المعقد بالعين المجرد، ما راح نشوفه حتى إذا تكون، ما راح نشوفه. فشنو هذه التقنية؟ إيش راح يستخدم؟ تستخدم الإنزيم، يستخدم بعض أنواع الإنزيمات هاي راح يربطوها إلى الأنتيجين أو إلى الأنتيبادي. هذا الإنزيم راح يكون عنده النشاط، يعني راح يكون نشط، شلون؟ راح يتفاعل مع غير مادة راح تضاف للاختبار
وعن طريق هذا التفاعل اللي يصير بين هذا الإنزيم المرتبط إلى الأنتيجين أو الأنتيبادي بتفاعله مع هاي السبستريت اللي راح نضيفها المادة المتفاعلة راح يغير لون الوسط، يعني لون المحلول اللي إحنا دا نشتغل عليه راح يتغير. في حال بقي اللون المحلول أو لون الوسط اللي إحنا دا نشتغل به نفسه حسب لون طبعاً المادة اللي راح نضيفها، في حال بقي نفسه مثلاً هسه راح نشوف في حالة التي بي ام المادة اللي راح نستخدمها راح يكون لون الأزرق. في حال بقي اللون أزرق معناته هذا التفاعل أو هذا الاختبار السالب، وإذا تغير لونه يعني صار لون أزرق فاتح أو أصفر معناته هذا الاختبار موجب. هذه الحالة راح تكون في ثلاث أنواع اللي راح أشرحها هسه اللي هي الدايركت والإندايركت والساندويج. عندنا آخر نوع اللي راح نكشف عنه أريد يعني تركزون عليه اللي هو الكومبيتيتف، راح تكون الحالة عكسية هنا. وهسه إن شاء الله يعني تتذكرون بالأجلوتينيشن من شرحنا كان أكو أنواع أربعة يكون التفاعل موجب من يصير أجلوتينيشن، إذا ما صار أجلوتينيشن التفاعل يكون سائل، الكشف يكون سائل. نفس الشيء هنا بالإلايزا عندنا أربعة أنواع، ثلاثة من عندهم دايركت والإندايركت والساندويتش. إذا صار تغير باللون راح تكون نتيجة موجبة، إذا ما صار تغيير راح تكون نتيجة سالبة. بس عندنا الكومبيتيتيف راح يكون بالعكس، إذا صار تغير باللون معناته النتيجة سالبة. وهسه إن شاء الله راح تشوفوها بالشرح شلون راح تكون. إذا افتهمنا ليش نستخدم الإنزيم، لأن الإنزيم هو مادة حتى يكشف لنا إذا صار تفاعل، إذا صار تكوين معقدات الأنتيجين والأنتيبادي أو ما صار. لأن قلنا التفاعل قد يصير ولكن إحنا ما راح نقدر نشوف النتيجة بالعين المجردة. هاي الجنرال بروسيجر هي عبارة عن قلت لكم هي طريقة عامة لجميع أنواع الإلايزا. يعني هسه أنا مثلاً كنت سويت على شكل 10 نقاط مذكورة هنا، بس هي شنو؟ في بعض أنواع من الإلايزا قد يكون أكو بعض من هذه الخطوات، يعني خطوات راح تكون أزيد أو راح تكون أقل، أو راح يتم إضافة بعض المواد أو ما راح يتم. فهذه هي طريقة نقولها يعني جنرال، هي طريقة عامة. بالإلايزا تكنولوجي ذا سوليد فيس بروسيس، على شنو مبنيه هاي التقنيه؟ على نسميه هذا السوليد فيس. السوليد فيس هو يعني عباره عن هاي البليت اللي راح نستخدمها، المايكرو بليت اللي راح تكون عباره عن هاي الصوره مالها موجوده اللي هي هذه المايكرو بليت اللي هي عباره عن انابيب، يعني تيست تيوبس صغيره جدا. راح يكون هذا المايكرو بليت المستخدم يكون عادة بـ 96 تيوب صغير مبني على هذه. ليش هذا المايكرو بليت شو راح يصير به؟ راح يصير به يعني بالبداية أول ما نبدي التفاعل راح نخلي إما الأنتيجين أو الأنتيبادي راح يكون مرتبط، يعني راح يلتصق على هذه البليت. فالوظيفة شنو هي؟ قلنا وظيفة هذا السوليد فيس is to immobilize either antigens or antibodies، مثل ما قلت لكم لتثبيت إما الأنتيجين أو الأنتيبادي حسب نوع الفحص اللي إحنا بنسويه أو حسب نوع الإلايزا، تقنية الإلايزا المستخدمة. إذا مثلاً هاي يعني شوفون الجنرال بروسيجر، أنا ما راح أجيب لك أكيد أقول لك شنو هي الجنرال بروسيجر اشرح لي إياها 10 نقاط، لا، بس راح أجيب لكم من بين يعني من بين هاي القصة. مثلاً أقول لك ليش نستخدم السوليد فيس، شنو هي استخدامات السوليد فيس؟ قل لي تو امبلايز ايذر انتيجين اور انتيبادي. بعدين افتر انكوبيشن، طبعا في الإلايزا راح يكون اكو هوايه يعني مراحل او يعني شلون يصير بها التحضير. مثلا اول ما نضيف الانتيجين الى هذه البليت مثلا يقول لك لازم فتره تحضير. ليش؟ على مود هاي فتره التحضير على مود يكتمل التصاق هذا الانتيجين او الانتيبادي الى هذه المايكرو بليت. بعدين شنو راح يصير عادة؟ خطوة مهمة اللي هي washed، راح يصير اكو غسل to remove unbound material. احنا قلنا مثلا اذا نجي نضيف بالبداية الانتيجين معين حتى نكشف عن انتيبادي بالجسم في تقنية واحدة، راح نضيف هذا الانتيجين بالبداية الى هذه الميكروبليت، بعدين راح نسوي غسل. هذا الغسل ليش؟ لان مو كل الانتيجينات راح تلتصق بهذه البليت، هاي السوليد فيس ما راح كلها راح تلتصق. لهذا احنا اي انتيجين يكون فري غير ملتصق
عملية الغسل لازم ينزل، ليش؟ على مود ما يأثر بعدين على التفاعل. وطبعا الغسل شلون يكون؟ الغسل هسه تشوفون اكو اما يكون مانوال او يكون اوتوميتد بالجهاز او سيمي اوتوميتد، وراح اجي عليها من اجي على الجهاز. In some assays the conjugate is being added. طبعا هذا المبدا مال الانزيم اذا هو شنو اضافه الكونجكيت. يقول لك شنو هو الكونجكيت؟ الكونجكيت هو عباره consists of either an antigen or antibody that has been labeled with an enzyme. من اقول لك شنو الكونجكيت؟ الكونجكيت بالعربي يعني معناته المترافق او المرافق. عباره عن راح يكون اما انتيبودي او انتيجين، راح يكون شنو؟ ليبلد يعني معلم بالانزيم. اكثر الانزيمات استخداما هي الكالاين فوسفاتيز او الهورس راديش بيروكسيديز الاتش ار بي. هاي اكثر انواع الانزيمات المستخدمه. ليش يتم استخدام هذه الانزيمات بكثره؟ اول شيء لان فعاليتها الانزيميه عاليه، ثانيا هي متوفره، ثالثا اسعارها مناسبة، وقلت لكم أهم شيء إنه الفعالية الإنزيمية مالتها هي كلش قوية. فإذا شنو هو الكونجكيت؟ الكونجكيت هو تقول لي عبارة عن إما يكون أنتيجين أو أنتيبادي، وراح تشوفون هسه بالأنواع التقنيات شلون راح يكون. Depending upon the assay type, the immunological reactive portion of the conjugate binds with either the solid phase or the sample. طبعا هسه تشوفون اعتمادا على أي تقنية احنا راح نستخدم راح نشوف الكونجكيت راح يرتبط اما بالسامبل مالنا اللي نريد نكشف عنه او راح يرتبط بالسولت فيس. من اقول لكم السولت فيس يعني هو هذه المايكرو تايتر او المايكرو بليت اللي بيها 96 حفره. The enzyme portion of conjugate enables detection. طبعا هو هذا الجزء المهم، ليش نستخدم الانزيم؟ قلت لكم على مود يتم الكشف، لان ما راح نقدر نشوف النتيجه اذا ما يتم الكشف عنها. شلون راح يشتغل هذا الانزيم؟ عن طريق اضافه السبستريت. The plates are washed again. راح نغسل ايضا احنا كل عند كل اضافه نضيفها لازم يصير اكو غسل. ليش؟ قلنا الغسل على مود يزيل اي جزيئات اللي هي غير مرتبطه. And an enzyme substrate. الهيدروجين بيروكسيديز and الكروموجينز such as اللي هي تترامثيل بنزيلين. هاي شنو هي؟ الـ TMB أكثر شيء، أكو غير مواد تستخدم، بس إحنا أكثر شيء يعني هي الـ TMB. هاي المادة هي كروموجين. شنو معنات كروموجين؟ يعني مادة هاي عادة تكون عديمة اللون أو بيضاء، من تتفاعل مع غير مواد راح يتغير لونها. فهنا التفاعل هو كله راح يصير بين منو؟ راح يصير بين الإنزيم المرتبط بالأنتيبادي أو الانتيجين، وبين منه بين هذه المادة السبستريت اللي هي قلت لكم اكو كثير انواع من المواد، بس اكثر شيء استخداما هي تي ام بي. فهنا اقول لك ليش نضيف السبستريت؟ قال لي that reacts with the enzyme portion of the conjugate to produce color لانتاج اللون، وايضا allowed to incubate. بعد اضافة المادة هم يصير اكو خطوة مال تحضير. اخر خطوة هي شنو؟ stop solution إضافة محلول توقف. هذا المحلول أكو محلول يضيفوه على مود شنو يوقف؟ يوقف تفاعل الإنزيم مع هاي المادة. بهذه المرحلة راح يعني بعد ما نضيف ال stop solution وبعد مدة من التحضين، أيضا قد في بعض الأنواع كنت يتطلب مدة من التحضين، هنا راح نشوف اللون راح يبقى نفسه أو راح يتغير. آخر شيء قلنا الـ color develops in the presence of bound enzyme and the optical. طبعاً آخر خطوة هي شنو بعد ما تمت هاي؟ هي القراءة. قراءة شنو؟ قراءة الـ plate مالتك، العينات الموجودة على البليت. طبعاً القراءة تصير عن طريق استخدام الـ ELISA plate reader اللي هو هذا الإنزيم plate reader. شنو هذا الجهاز؟ جهاز راح يقرأ لنا امتصاصية عند الطول أطوال موجية معينة، عادة يكون عند الطول الموجي 450 نانو متر. فهنا راح يبين النتيجة عن طريق قوة الامتصاصية. وبعدين أكو يعني بعض الحسابات يسووها ويطلعون التأثيرات، بس بالبداية يعني تغير اللون راح يكون هذا كواليتيتف، راح يقلنا صار يعني التفاعل موجب أم سالب، وبعدين من يقروها راح يبين التأثير بالجهاز. طبعا
طبعا هذا تشوفون هذا الواشر. الواشر ليش هذا واشر؟ لان هذا موجود، هذا الواشينج سولوشن، محلول الغسل اللي يغسل العينات، وهذا هو الريدر. وهاي قلنا هي المايكرو بليت اللي متكونه من 96. تشوفون هسه هذه الالوان المتغيره، ليش هاي ازرق وهاي اصفر؟ الازرق معناته النتيجه السالبه، والاصفر معناته النتيجه الموجبه. نجي الحين هسه على انواع الإلايزا. قلنا راح ناخذ اربع انواع، الدايركت والاندايركت. طبعا اكو تصنيفات متعدده لتصنيف الإلايزا، قد يصنفها الى كومبيتيتف ونون كومبيتيتف، قد يصنفها الى دايركت اندايركت. فاكو هوايه تصانيف لانواع الإلايزا. احنا راح نجي على اربعه انواع. مثل ما قلت لكم كل نوع مثلا هسه الدايركت قد يعني يكشفون عنا عن الانتيبادي او عن الانتيجين. فانا ايش سويت اليوم؟ انا جايبت لكم اربعه انواع، جبت لكم اثنين شرحت بها طريقه الكشف عن الانتيجين، واثنين يكشفون عن الانتيبادي. هسه بالنسبه للنوع الاول دايركت إلايزا، الحكي يعني هذا المشروع هو للكشف عن الانتيجين. عن انتيجين كودد تو مالتي ويل، احنا قلنا هسه على شنو بدنا نكشف عن الانتيجين. اول خطوه ايش راح تكون؟ راح نجيب السامبل مالتنا، قد تكون مثلا سيرم او شوف اي عينه كانت دم سيرم يوري، زين راح نخليها على هذه المايكرو. اول شيء شنو نقصد بالدايركت؟ الدايركت معناته انه هذا التفاعل الانتيجيني راح يرتبط بصوره مباشره مع الانتيبادي. يعني هسه بهاي الحاله احنا بدنا نكشف عن الانتيجين، بدنا نكشف عن هذا الانتيجين الموجود في العينه. هذا الانتيجين موجود في العينه، راح نكشف عنه. ليش نسمي دايركت؟ لان راح يرتبط بصوره مباشره مع هذا الانتيبادي اللي هو كونجوكيت. هسه هذا نسميه كونجوكيت. ليش؟ لان هو عباره عن انتيبادي مع انزيم. هذا هسه كله نسميه انزيم لينكد انتيبادي او كونجوكيت. زين شوف هنا بالحاله الاولى ايش راح نسوي؟ اول خطوه راح نخلي الانتيجين مالتنا، وطبعا اكيد اكو خطوه واشنج غسل. ليش قلنا غسل؟ على مود ازاله اي جزيئه لم ترتبط، يعني اي جزيئه ما ارتبطت هنا بالبوتوم يعني بقعر هذه التيوب راح يتم ازالتها عن طريق الغسل. ثاني شيء الخطوه الثانيه ايش راح نضيف؟ راح نضيف هذا ال HRP label primary antibody. يعني شنو ال HRP؟ قلنا هذا الانزيم الاكثر استخداما اللي هو الهورس راديش بيروكسيديز، اللي هو هسه مرتبط على هذا الانتيبادي. اذا صار هسه ارتباط، يعني صار ارتباط يعني تكونها معقد. الخطوه الثالثه ايش راح نسوي؟ راح نضيف هاي الماده مالتنا اللي هي قلنا اكثر شيء يستخدمون ال TMB. شوف من تجي الماده، من تدخل الماده تتفاعل مع الانزيم اذا كان مرتبط، زين ايش راح يصير؟ راح يتكون لنا يتحول لون المحلول الى حسب هاي الماده. هسه هي شوف بالبدايه هي لونها عاده يكون شكل ابيض، من صار تفاعل بينها وبين هذا الانزيم راح يصير لون المحلول ازرق. هسه هنا يعني هسه هذا بعد ما نعرف هذا النتيجه موجبه ام سالبه، لان خطوه بعدها قلنا شنو هي؟ اضافه الستوب سوليوشن. ستوب سوليوشن بعد ما نضيف ستوب سوليوشن وبعد الانكوبيشن تايم، يعني بعد فتره تحضير معينه، راح نشوف اذا بقى اللون ازرق نتيجه موجبه، اذا تغير اللون الى الاصفر معناته النتيجه سالبه. طبعا هذا النوع الدايركت هو اقل استخداما، عاده يستخدموه بس بالهاي الاميونو هيستوكيميكال ستينينج اوف سيلز اند تيشوز. شنو هي هاي؟ يعني بعض يكشفون عن يستخدمون هاي التقنية شلون؟ على مود يكشفون عن بعض أنواع المواد الموجودة على الخلايا، على أكثر على الخلايا السرطانية، يكون أكو بعض البروتينات مثلا موجودة على الخلايا والأنسجة. فنفس هاي الطريقة يجيبون أنتيبادي ويكشفون عن هذه المواد. هي هاي أقل استخداما الدايركت. نجي على النوع الثاني اللي هو الإندايركت. هنا الإندايركت إيش نقصد به؟ إنه ارتباط الأنتيجين الانتيبادي اللي هو كونجوكيت الانزيم لينك راح يكون غير مباشر. ليش؟ لان هسه تشوفون اكو انتيبادي ثاني بين الانتيجين والانتيبادي اللي هو كونجوكيت، يعني هذا غير مباشر. بالمباشر راح يكون ارتباط الانتيجين مع الانتيبادي مباشره، هنا راح يكون ارتباط الانتيجين مع الانتيبادي اللي هو مربوط بالانزيم راح يكون غير مباشر. هسه هنا هاي الطريقة هي راح اللي راح نشرحها للكشف عن
detection of antibody، راح نستخدمها للكشف عن الانتيبادي. قلت لكم كل طرق ممكن ان تكشف، مثلا هسه هاي الطريقه اللي بنستخدمها، طبعا اكثر شيوعا هي استخدامها هي الاندايركت، زين، وهي طبعا اكثر حساسيه من الدايركت. هنا راح نحكي لنا عن شلون نكشف بها عن الانتيبادي. The antibody to be detected is sandwiched between the antigen coated on the plate and the enzyme link. يعني هنا شوف أول شيء إيش راح تسوي، راح تضيف الانتيجين اللي هو متخصص ضد هذا الانتيبادي اللي بتكشف عنه، زين، راح تضيفه هنا. شوف هذا يعني بالهاي البلايت المالتك المايكرو بلايت اللي تستخدمها، أول شيء تضيف الانتيجين. بعدين ليش قلنا شنو؟ واش. واش ليش؟ على مود ازاله اي انتيجين اللي هو غير مرتبط بالقاع. ثانيا ايش راح تسوي؟ هسه راح تضيف هنا السامبل ماركر، اد سبيسيفيك انتيبادي تو بي ميجر، هذا السامبل ماركر اللي انت تريد تكشف هل موجود الانتيبادي او لا. بعدين واش. ليش واش قلنا؟ على مود ازاله اي انتيبادي ما تم ارتباطه. ليش قلنا نزيلها؟ لان هذه تاثر على التفاعل اللي تكون بشكل حر، الجزيئات الموجوده بالشكل الحر تاثر على التفاعل. الخطوه الثالثه هنا هسه ايش راح يصير؟ هنا راح نضيف الانزيم، انزيم كوندوكيت انتيبادي. هسه هنا راح نضيف هذا الانتيبادي اللي هو بالانزيم. وشوف بعد التفاعل وبعد شنو خطأ واش، وبعدين شنو قلنا؟ اضافه سبستريت الماده اللي تتفاعل مع الانزيم. هسه شوف هنا منطق قبل النتيجه، يعني النتيجه موجبه. ليش؟ قلنا لان تغير لون الى الاصفر بعد اضافه السبستريت والستوب سوليوشن. هذا قلنا هذا شنو؟ هسه هذا الانتيجين اللي بدنا نبحث عنه، يعني هذا هو هذا الموجود هنا، هذا الانتيبادي اللي ضفناه بهاي الخطوه، وهذا هو الانتيبادي اللي هو بالانزيم اللي ضفناه بهاي الخطوه. واضح هذا الدايركت والاندايركت. راح نجي على النوع الثالث. طبعا الاندايركت ليش يستخدمه؟ قلنا هذا اكثر شيء اكثر طبعا اكو شيء مهم هنا. شوف هون the color is directly proportional to the amount of bond center. يعني هنا اللون المتكون شقد ما كان عميق راح يكون متناسب طرديا مع الانتيبادي بالسامبل مالتنا. يعني كلما كان اللون مثلا نقول هنا اصفر غامق راح يكون يعني معناته انتيبادي اكثر موجود. احنا قلنا بس مجرد تغير اللون هو كواليتيتف، يعني اما موجب او سالب. وشلون نكشف مثلا هذه؟ انت بدون ما تستخدم الجهاز، يعني نقول بس انت اكيد لازم تستخدم الجهاز حتى يقارن التايتر المضبوط. يعني فايش قد ما موجوده انتيبادي هنا بالسامبل راح يكون اللون المتكون اقوى، بالتالي النتيجه موجبه. هذه التقنيه prefer remains the preferred screen method for detecting. طبعا اكثر انواع ال شو اسمه الفيروسات يتم مثل فيروس اتش اي في، فيروس الايدز والهيباتيتس اي والسي تستخدم بهاي الطريقه. نيجي على النوع الثالث اللي هو الساندويتش اليزا. شنو معنى الساندويتش اليزا؟ يعني تقنيه راح تكون تكون الانتيبادي ارتباط الانتيبادي والانتيجين راح يكون بشكل ساندويتش، يعني بشكل طبقات. مثل ما قلت لكم هسه هذه اللي راح نشرحها هي للكشف عن شنو؟ للكشف، هاي الطريقه للكشف عن الانتيجين. اكو نفس الشيء يستخدمون الساندويتش اليزا بس للكشف عن الانتيبادي، بس عمليه راح تكون عكسيه. يعني شلون؟ هسه مثلا هنا اذا تكشف انت عن الانتيجين راح تستخدم نوعين الانتيبادي، بس اذا انت راح تكشف عن الانتيبادي لازم تستخدم نوعين الانتيجين. فهنا اذا احنا بدنا نكشف عن الانتيجين، the antigen to be detected sandwiched between antibodies coated on the plate. واحد الانتيجين الانتيبادي قلنا راح نستخدم نوعين. الاول واحد اللي يكون بالقاع التيوب راح نسميه كابتشر، والثاني اللي راح يكون بالانزيم مربوط عليه راح نسميه ديتكشن. هنا اكو شيء مهم طلابي، يقول لك لازم الانتيجين اللي تكشفه بهاي الطريقه يكون متعدد الايبيتوبس، اللي هي قلنا شنو الايبيتوبس؟ يعني مستضد محددات مستضديه، يكون عنده اكثر من محدد مستضدي. يعني اكو انتيجينات بس محدد مستضدي واحد ما يتم الكشف عنها هنا. ليش؟
لان احنا معطوده نستخدم نوعين من الانتيبادي، اذا يعني على الاقل كل انتيبادي على الاقل نحتاج له ابيتوب واحد حتى يرتبط به، وهسه راح نشوفها بالصوره. هذه الستاند